وشوقي النعيمي وقاطري الندى سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام سلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الصبيحة الطيبة المباركة في برنامج سلام عليكم من قناتكم قناة القرآن الكريم، كما عودناكم في كل صباح مشاهدينا في هذا البرنامج الصباحي الذي نسأل الله فيه التوفيق لنا ولكم للجميع بحول الله. عودناكم على أركان متعددة تخدم الفرد والأسرة، تخدم الأمهات الأبناء وكل المجتمع بكل أطيافه. إذن نبدأه بأول الأركان شفاء الروح مع الأستاذ حسام بودراع، وموضوعه اليوم موضوع رائع جدا، حب النبي، كيف نتعلم أن نحب النبي ونجعله لنا زادا في هذه الحياة الدنيا والآخرة، كيف نعيش به ونلتمس بركته، وكيف نعلم ونربي أبناءنا على سيرته محبة فيه صلى الله عليه وسلم. بعدها العيادة النفسية مع الأستاذة المختصة سعدية بوسعيد، والموضوع اليوم مهم أيضا لا يقل أهمية عن باقي الأركان، هو الطفل ضعيف الشخصية، ما هي أعراض ضعف الشخصية عند الأطفال وكيف نقي أبناءنا من هذه الأعراض ومن أسبابها أيضا، وما هي تداعياتها على حياته كطفل وحياته مستقبلا أيضا. ضيف الصباح نسيم برناوي من الحماية المدنية، نتحدث عن حوادث المرور، دائما يبقى دائما موضوع الساعة حتى نتفادى هذه المعضلة وهذه المشكلة التي تواجه طرقاتنا وأمننا في طرقاتنا كعائلات وكأفراد أيضا. مقارنة بين حصيلة حوادث فصل الصيف مع المواسم التي سبقت هذا الموسم، وبعض التوجيهات من الحماية المدنية للمساهمة أكثر في إنقاذ حياة المواطنين المتعرضين للحوادث. في آخر ركن الطيبات من الرزق مع الأستاذ كمال فليسيا المختص في طب الأعشاب، نتحدث عن مرض النقرس أو العجوت، ما هو هذا المرض، ما هي أعراضه، ما هي الاختلافات بينه وبين الأمراض الأخرى المعوية أو المعدية، وكيف تساعدنا الطبيعة لربما معايشة هذا المرض بما أنه مرض مزمن. أيضا أركان عدة وفواصل عدة وربورتاجات عدة عدها لكم الزملاء من قاعة تحرير قناة القرآن الكريم. نبدأ بسم الله تعالى، نبدأ بالقرآن خير ما نبدأ به كل يوم وسلم. إذا المشاهدين نسأل الله في هذه الصبيحة المباركة، نسأل الله في بداية هذا اليوم، نسأله التوفيق والبركة والرضا، رضا الله. بسم الله نبدأ هذا اليوم، بسم الله نبدأ هذا البرنامج أذكار الصباح في هذا الفاصل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسمك اللهم نبدأ، بسمك اللهم نفتتح، اللهم ارزقنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واكفنا شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. بسم الله نبدأ، نذهب مع أنشودة ثم نواصل مع أول الأركان شفاء الروح مع الأستاذ حسام بذراع، والموضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم. Oh,
شوق هز ربوع فؤادي وحنين قد لف سهادي حبك شق حدود العادي أمي يا نبع الرحمات جالا في القلب يناديه تعالى من ذا ينسى الأفضال أمي يا نبع النسمة طيب وجودك قد جالا في القلب يناديه تعالى من ذا ينسى الأفضال أمي يا نبع النسمة قدماها شهد المعنى شفتاها أدعو المولى يرعاها بنداء في كل صلاة الجنة قدماها شهد المعنى شفتاها أدعو المولى يرعاها بنداء في كل صلاة نبض حروفك أوتاري خوفك دفئي وستاري حبك وحي الأشعار ينساب بأحلى النغمات نبض حروفك أوتاري خوفك دفئي وستاري حبك وحي الأشعار ينساب بأحلى النغمات أمي يا نبع الرحمات تحية لكل أم تحية لأمي أولا ولكل الأمهات ونترحم على كل من توفين ونحيي أيضا الأم الغزاوية الأم الفلسطينية المرابطة المثابرة تحية كبيرة عطرة لها لأنها علمتنا وذكرتنا كيف هو الإسلام كيف هو الإيمان وكيف هي العقيدة الإسلامية تحية لكل الأمهات أينما كن إذن مشاهدين نبدأ أول الأركان مع شفاء الروح بعد هذا الفاصل عليكم سلام اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذ الإمام حسام بوذراع السلام عليكم أستاذنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين بكل خير حياك الله أستاذنا ونتحدث تحدثنا بعد قبل الفاصل عن حب الأم نتحدث عن حب أكبر حب أغلى حب أعمق وحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينمو في داخلنا هذا الحب أستاذنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام
من حب الله سبحانه وتعالى وهو الحب الواجب الذي ما فيه غبش، وهو الحب النقي الصفي الذي يكنه كل مؤمن وكل مسلم لهذا الرجل العظيم. ولا شك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في القلب بمعرفته، فمن لم يعرف الله سبحانه وتعالى فكيف له أن يطيعه وكيف له أن يحبه؟ ومن لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لهذا العبد أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف له أن يطيعه وكيف له أن يتأسى بسنته؟ فحري بالعبد أن يعرف محبوبه لكي يحبه، فإن المحب لمن يحب مطيع، فكيف لنا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نعرفه؟ حقيقة في النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا مدحناه فماذا نقول بمدحه صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول بمدحه وثنائه؟ وقد مجده الله سبحانه وتعالى ومدحه وأثنى عليه ورفعه وأعلى مقامه، فما لنا فوق كلام الله سبحانه وتعالى من مدح، غير أننا نذكر ما سنقابل به النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا مشهدا من المشاهد الحقيقية التي ستكون بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا مشهدا سيتخلى عنك أو عنك فيه العالم أجمع إلا النبي عليه الصلاة والسلام سيطل عليك بشفاعته عليه الصلاة والسلام. تخيلوا معي مشهدا سيتركك العالم وتتركك الأمة أجمع يوم القيامة خلفه، تخليك يعني يخليكم وراهم جميعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام يجري ويقول إنه من أمتي إنه من أمتي. هذا النبي الأعظم، هذا النبي الأكرم، سنذكر قبسا في سيرته وسنذكر مشهدا عظيما نرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام النبي العابد والنبي الموحد لله سبحانه وتعالى، ونرى فيه النبي الإنسان. كثير من الناس يرى في النبي عليه الصلاة والسلام عبادته وحزمه وورعه وتقاه لله سبحانه وتقواه لله سبحانه وتعالى، ولكن يجب علينا أن نرى النبي الإنسان، النبي البار بالأم، النبي الطفل، النبي الشاب، النبي اليافع. فتح مكة، تخيلوا معي هذا المشهد في فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بجيوشه ولكن من يقابله عند الأبواب؟ أبو سفيان، يحمل سيفين ويقول إن تقرب محمد شبرا سأقطعه إربا إربا. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا المشهد، الصحابة يرون هذا المشهد، يقول عمر بن الخطاب والله خفت على النبي عليه الصلاة والسلام إن تقدم لأبي سفيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحركوا ساكنا، لا تقاتلوا أحدا، اتركوا الأمر لله ورسوله، يعني هذا الأمر كله لله ورسوله سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نشوف النبي الحكيم، نشوف النبي الأم الحكيم، من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أبو سفيان يحمل السيفين، تخيل معي، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول، فيلتفت إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا العباس أسمعت ما قال محمد؟ قال نعم سمعت. قال أوعيت ما قال محمد؟ قال سمعت ووعيت. قال أيقصدني؟ قال وهل يوجد أبو سفيان غيرك؟ قمة الذكاء سبحان صلى الله. الله عليه وسلم. قال وهل يوجد أبو سفيان أحد غيرك؟ قال يا العباس أمحمد ينزل الناس منازلهم؟ قال كذلك يفعل، وكذلك الإسلام يفعل ينزل الناس منازلهم. النبي الحكيم، النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، أنزل أبا سفيان منزلته، هو يعلم ما فيه ولو أنه من كان الحب، عدواً الحب الزعامة وعدواً لله ولكن ورسوله، ولكن
ماذا فعل أبو سفيان؟ استحى وأنزل سيفه وترك النبي عليه الصلاة والسلام يمر. النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد آخر، النبي الموحد، النبي الذي أدى الرسالة، ماذا فعل؟ دخل إلى الكعبة وأعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، هدم الأصنام لا بعصاه ولا بسيفه، بل كبر وأعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، فخرت الأصنام مهدمة. في مشهد آخر تخيلوا معي ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من باب الكعبة ويقول للناس: نادوا بلالا، نادوا بلالا. فينادي جميع الناس حوله عن بلال، فيأتي بلال فيقول: والله يا بلال، إني لأذكر حين عذبتك قريش عند الكعبة، أدخل معي يا بلال وصلي ركعتين معي في جوف الكعبة. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينزل الناس منازلهم. بلال يراه الناس كلهم أنه عبد حبشي ليس ذا قيمة، ولكن الإسلام الذي أتى به النبي الأعظم، النبي الأكرم، رفع قدره ورفع مكانة بلال بن رباح رضي الله عنه ورضاه، أنصف المظلومين وأنصف الضعفاء. يدخل بلال ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت يقول أبو سفيان للعباس وهو يفكر أن يجمع جيشا ويعيد محاربة النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجه من مكة، فيوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج مجددا ويقول: يا أبا سفيان، والله لن تفعل، والله لن تفعل يا أبا سفيان، إني لأسمع ما تقول، والله لن تفعل. يقول أبو سفيان: فعلمت أنه نبي يوحى إليه، فقلت وأطرقت للعباس وقلت: يا العباس، أيقبلني محمد إن أقبلت إليه مسلما؟ فيقول العباس رضي الله عنه وأرضاه: يعني يقبل عليك إن أقبلت عليه صادقا. فيقول أبو سفيان للعباس: يا العباس، ماذا لو أقبلت عليه وردني؟ يقول العباس: قل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قال: وما قال؟ وما قالوا؟ قال: قل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أتقبلني مسلما؟ فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه ولم يرد أن يراه. سبحان الله. أعظم خزي هناك عبرة، أعظم خزي وأعظم ندامة أن تقف موقفا يوم القيامة ولا يريد الله سبحانه وتعالى رؤيتك، وأعظم خزي وأعظم ندامة أن يكون لك مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولا يقبلك، لا يقبلك. الله سبحانه وتعالى يرد بعض العباد الذين عصوا الله سبحانه وتعالى فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، نسيتني في الدنيا، نسيتني فوق الأرض، وأتيت تحت الأرض، وأنت اليوم يوم العرض، فكيف لي أن أتذكرك ولم تتذكرني؟ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول لك: فإني أنساك كما نسيتني. النبي عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة الوحيدة الذي سيشفع لك يوم القيامة، فكيف لك لا تحب هذا الرجل؟ في الحديث القدسي أستاذنا يقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، يا محمد، لو استفتحوا علي من كل باب ومن كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يأتوا من ورائك. سبحان الله. هو الوسيلة الوحيدة، هو الحل الأخير والوحيد والأول، هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، حبه كيف يكون فاتحا لكل باب مغلق، كيف يكون ذكره فقط، ذكر الرسول والصلاة عليه، سبحان الله، كيف يكون فاتحا لكل الكروبات، مفرجا لكل، سبحان الله، والذكر سبحان الجليل.
فكيف لهذه المكانة أن يردها الله سبحانه وتعالى؟ المواظبون على الصلاة على النبي هم فقط من يفهمون بركة وسر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنها تفتح القلوب، تفتح العقول، تفتح الأفئدة، تفتح كل مغلوق، تفتح الأبواب في أوجه أصحابها. سبحان الله، الحقيقة أن الصلاة على النبي أول ما نبدأ به بعد القرآن. سبحان الله، كيف أنها مفتاح حتى في تعاملاتنا، حتى في إقبالنا على أي أمر، حتى فيما نبدأ به بكل أمر، حتى في أحلك الظلمات، حتى في أنوار الأنوار، حتى في أي وقت. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سر من أسرار الحياة، لا يرافق إلا الصالحين ولا يرافق إلا الصادقين في حبه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نكمل مع أبي سفيان. نعم. أبو سفيان يريد الإسلام. نعم. الآن سنرى النبي عليه الصلاة والسلام النبي الرحيم. نعم. يقول أبو سفيان يا رسول الله، يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول العباس أعدها أعدها، يشير عليه أعدها أعدها، لا يقبل النبي عليه السلام، لا يقبله. يقول أعدها أعدها يا أبا سفيان، فيعيدها، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول أعدتها ثلاثا حتى طأطأ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، ففاضت عيناه من الدمع ورفع رأسه وقال مقولته المشهورة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا سبحان الله. وهذا أبو سفيان. وهنا دخل الناس أفواجا في دين الله حين سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دخل الصحابة في دين الله سبحانه وتعالى، وخلق كثير في هذا المشهد. بلال، انظروا قصة عجيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: اصعد يا بلال على ظهر الكعبة وأذن تسمعه مكة لأول مرة. يقول هشام بن الحارث: والله وددت لو أني في بطن الأرض ولا أرى هذا الغراب، يعني بلال، الغراب ينعق بهذا الأذان. فيقول، فيلتفت النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع ما يقول يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا بلال، والله إن هذه الكعبة لعظيمة وعند الله لشريفة، وإنك اليوم يا بلال أعظم عند الله منها، اصعد يا بلال. فيريد أن يصعد بلال على ظهر الكعبة فما يستطيع، فيقول: اصعد يا بلال، ضع قدما على أبي بكر وضع قدما على عمر. ويصعد بلال سبحان الله فوق الصحابة، فوق كبار الصحابة، فوق خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. أي مكانة نزلها بلال بن رباح في هذا اليوم العظيم؟ عزة من عند الله. عزة، العزة والتمكين. يصعد بلال ويؤذن لأول مرة أذانا تسمعه قريش. في هذه اللحظة ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، وحين نزوله يرى عجوزا. يقول: من هذه؟ يقولون: إنها حليمة السعدية. فيراها وقد كبرت، لم يراها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 سنة. فيحتضنها ويقبلها ويبكي ويفرش لها رداءه ويقول: إنها أمي، إنها وسط أمي. الفتح. سبحان الله. نرى النبي الحنون، النبي العطوف، النبي الذي أحيا ذكراه بأمه مرضعته حليمة السعدية. في هذا الموقف يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش ويقول: ما تراني فاعل بكم؟ الآن نرى نبي الرحمة. ما تراني فاعل بكم؟ فيقول أحد الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم الملحمة، إنه يوم تذل فيه قريش. تخيل معي أن ما مر على النبي عليه الصلاة والسلام من أسى، وما مر عليه من أذى، وما مر عليه من جوع وطيش وجهل الكفار عليه، ثم يقول: لا، والله إنه يوم المرحمة، والله إنه اليوم الذي تعز فيه قريش ولا يذل فيه أحد. سبحان الله. إنه نبي رحمة، إنه نبي أتى بالسلم، أتى بالسلام، أتى بالإسلام. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، ولكن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. كيف لنبي كافح وجاهد
في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصلك هذا الدين دينا طريا، يصلك هذا الدين يعني ب ب ب بأنفس من الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ولكن أن نرد هذا الدين على الله سبحانه وتعالى، أن نرد تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتأسى به، أيعقل هذا؟ أيعقل أن نحب رجلا لا يوصلنا إلى بر الأمان إلى الآخرة؟ سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، الكلمة التي حيرت كل العقول، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته تتجلى حين رآه الصحابة يبكي فقال ما أبكاك يا رسول الله؟ فقال اشتقت إلى أحبابي. فقالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ فقال أنتم أصحابي وأحبابي، قوم يأتون بعدكم لا يروني يؤمنون بي ويحبوني، أفنحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفنحن نتبع حق الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا إن المحب لمن يحب مطيع، أفنحن نتبع ما أمر؟ أفنحن على سيرته؟ لذلك كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وصايا جمة، أوصى بالنساء. في هذه الحادثة بقي النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما وأوصى بالنساء وأوصى بالإسلام، وحتى في آخر حياته وفي سكرات موته أوصى بالصلاة وأوصى بالأمة خيرا، وأوصى الذين يأتون من بعده أن يبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أستاذنا بارك الله فيك، عندما سئل أحد العارفين وأحد الصالحين عن وصف الجنة اكتفى بأن يقول فيها رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ يعني تعبير، أبلغ وصف عن الجنة بأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها شيئا إلا أنني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس بعد ذلك ما فرحنا ببشارة مثل فرحتنا بهذه البشارة، أكبر بشارة أن تحب النبي وأن تعلم أنه يحبك قبل أن تحبه مسبقا، كما ذكرت في الحديث أننا أحباب الله، أحباب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفت القول أن بالصلاة عليه تفرج الكروبات، تفرج تحل المشاكل، بالاتكال على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تفرج الكروبات. فعلا هو اليقين، فعلا هو الإيمان، فعلا هو ما نحتاجه اليوم في كل في ظل كل ما نعيشه، في ظل كل هذه الأحداث، في ظل هذه الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين، على المؤمنين، على الموحدين بالله سبحانه وتعالى. نتشبث بقرآننا نبراسنا ديدننا، ونتشبث بالصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتشبث بحبه باتباع سيرته وبالإبقاء عليها صلى الله عليه وسلم. شكرا لك أستاذنا حسام بودراء على مرورك الطيب، شكرا على هذا الموضوع الرائع الذي نبدأ به دائما. الحمد لله أننا في قناة القرآن لنا الحظ الوفير في أن نبدأ بالقرآن بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، في أن نحضر هذه المواقف ونتعظ من هذه الدروس. بارك الله فيك أستاذنا وشكرا لك على مرورك الطيب. إذن مشاهدينا نواصل دائما في برنامجي سلام عليكم مع المواضيع التي تهمكم، مع المواضيع التي تخدمكم. نشاهد هذا البورتري لمسجد من مساجد الجزائر أو مسجد بالعاصمة، المسجد الكبير، للزميلة ميلينا يساف، ونتابع بحول الله. في أعالي العاصمة الجزائرية وبمنطقة ساحة الشهداء يتمركز الجامع الكبير، أقدم مسجد في الجزائر العاصمة، الذي شيد من قبل الدولة المرابطية التي حكمت الجزائر في القرن الخامس هجري. أجمعت الدراسات التاريخية أن الجامع الكبير أسس على يد مؤسس الدولة المرابطية يوسف ابن تشافين، وبعد ستة قرون من بنائه اكتشف المؤرخون وبالمصادفة سرا في منبر المسجد
تمثلت في كتابات منقوشة بالخط الكوفي سمحت لهم بتحديد تاريخ بنائه، وذلك في الأول من رجب سنة 490 للهجرة. حينما نتواجد في هذه القلعة الدينية الكبيرة في مدينة القصبة العتيقة، مدينة المدائن، نحن ربما في أعرق معلم ديني عرفته هذه المدينة العتيقة. الجامع الكبير هو إشارة ودلالة على أن الجزائر، على أن هذا البلد راسخ في التاريخ وعميق في جذور الحضارة التاريخية. لم تكن وليدة هذا القرن كما يحاول المستثمر الفرنسي أن يصور لنا التاريخ. هذا ما يسمى الجامع الكبير، وما دام يسمى الجامع الأعظم فهو بالنسبة لهذه الأمم التي شاذت هذا الجامع كان أضخم وأكبر مسجد. ونحن كما تعلمون نحن متواجدون في مسجد تقريبا يعني تقريبا محيط في الغالب أثاره، يعني في الغالب أن المسجد الكبير كان يتسع، كان رحب وأوسع مما هو عليه الآن، لأنه يمتد، يعني أصوله وجذور الجامع الكبير تمتد إلى أسفل القصبة. يعد المسجد الكبير من أندر الآثار التي بقيت مخلدة للهندسة المعمارية المرابطية في الجزائر، وأكدت دراسات مؤرخي الفن الإسلامي أن القائد ابن تشفين جعل من مسجد الجزائر العاصمة أكبر مساجد الدولة المرابطية. نرى من خلال هذه المعالم الموجودة بصمة العهد المرابطي، إذ أن السقف كما ترونه سقف المسجد فهو خشبي، وهذا كان ديدا العهد المرابطين أنهم يعني لا يجعلون قبب في المساجد، فكانت عبارة عن أقواس، السقف يكون عبارة عن أقواس خشبية. كذلك موجودة كذلك هذه العرصات كما ترونها بهذا الشكل وبهذه الزخرفة، وإن كانت الزخرفة هي بسيطة، ليس فيها مبالغة. لا تتوقف كنوز هذا الجامع عند هذا الحد، فهو يحتضن أحد أقدم المنابر الإسلامية، يتكون من 7 درجات مرتبطة بعارضتين جانبيتين مزينة بألواح مختلفة. أما المئذنة فهي مربعة الشكل تنتهي بقبة صغيرة، وتم تدعيمه في العهد العثماني بنافورتين في ساحة الوضوء. كانت الأيام الأكثر ازدهاراً بالنسبة للجامع الكبير بعدما تحول لصرح علمي وحضاري عقب تدعيمه بمدرسة وزاوية، ليصبح مقصداً لطلاب العلم والمدرسين من مختلف الأصقاع، كما ساهم في تخريج جيل من العلماء المسلمين. سيد عبد الرحمن الثعالبي هذا في الحقيقة هو عالم الجزائر، وهو مفسر القرآن الكريم وفقيهها، وكان قاضي القضاة، وله مؤلفات عديدة في الفقه الإسلامي وفي التصوف وفي الفلسفة الإسلامية وفي التاريخ، تاريخ الدولة الإسلامية. تتلمذ عليه كثير من الطلبة وكثير من الأئمة كانوا يفدون من المدن الجزائرية من داخل البلاد ومن خارجها، يأتون إلى هذا الجامع وكانوا يتلمذون على سيدي عبد الرحمن الثعالبي. ومن بين تلامذته الشيخ والعالم الجليل عبد الكريم المغيري.
يتمتع الجامع الكبير في الجزائر برمزية تاريخية كبيرة، مع ما يحمله من علاقة وتراث عتيق على مدار قرون عدة، فكان حاضنة للدين والتراث والعلم من جهة، وواجهة لمقاومة الاحتلال الفرنسي من جهة ثانية. ريبورتاج من إعداد يا إعداد الزميلة ميلينا ياسف، هو تعليق الزميلة مريم إسماعيلي. تحية للزميلتين على هذا العمل الجميل. إذن نذهب مباشرة مشاهدينا الكرام إلى ركن ضيف الصباح مع الأستاذ نسيم برناوي من الحماية المدنية. جينجل ونعود. إذن يحضر معنا الأستاذ نسيم برناوي. السلام عليكم. السلام عليكم سيدتي، السلام عليكم كل المشاهدات مشاهدين قناة القرآن الكريم. في البداية أستاذنا نحب نوجه تحية لك وبصفة خاصة ولكل جهاز الحماية المدنية على كل يعني المجهودات التي يقدمونها للوطن، للجزائر، للإسلام، لكل فرد جزائري، رغم أنه يعني جهاز مستتر، يعني إلا أننا لا يمكن أبدا أن نستغني عن جهاز الحماية المدنية وكل الأسلاك الأخرى الأمنية والوقائية والاستشفائية. تحية كبرى لكم، تحية على كل هذه المجهودات، وتحية إجلال وتقدير على كل ما تقدمونه للإعلام خاصة وفي الميدان خاصة أيضا. اليوم نتحدث عن حوادث المرور، هذا الموضوع الذي لا يكاد ينضب، هذا الموضوع الذي دائما ما يبقى حديث الساعة، بما أنه حوادث المرور ترافق المواطن في كل لحظة، ترافق الطرقات في كل لحظة. الأعداد لا زالت في تصاعد للأسف الشديد. الموسم موسم اصطياف، موسم خروج، موسم استعمال الطريق، لكن أيضا موسم للتحسيس والتوعية حول هذا الخطر الذي يحدق بالجميع. أستاذنا صحيح، شكرا لك على تحية، شكرا لك على هذه المقدمة. طبعا بدورنا هذه مهمنا، طبعا نسعى إلى أن نكون في خدمة المواطن، نسعى أن نكون في خدمة الوطن، نسعى أن نحمي المواطن ممتلكاتي ونحمي المواطن، نسعى لنرسخ ثقافة الوقاية حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان والسلام، ونعيش كلنا في مجتمع واحد. يجب أن نسعى ونبني هذا المجتمع مجتمع آمن حتى ينعم الجميع، وينعم أطفال الغد ورجال المستقبل بوطن آمن، ونعيش كل مع بعضنا في سلام. نعود إلى ظاهرة حوادث المرور. هذه الظاهرة التي للأسف أصبحت الآن هاجس يعني العام والخاص، حتى أصبحت هاجس السلطات العليا للبلاد، أصبحت هاجس المواطن، أصبحت هاجس مستعمل الطريق، لما نسجله من أرقام مخيفة ومرعبة في طرقاتنا طيلة الأيام السنة، وخاصة خلال هذه الفترة كما أشرت، هذه الفترة موسم الاستياف، أين تقطر حركة المرور، يعني تكون حركة المرور كثيفة عبر شبكة الطرقات. وللأسف في وطننا لما تكون عندنا حركة مرور كثيفة، إلا وتكون عندنا حوادث مرور مرتفعة. لهذه العلاقة المفروض ما تكونش كاينه علاقة متواجدة، كان حتى عادي تكون كثافة مرورية أضعاف ما تسجله الوطن. نعم. لأنه شوفوا في دول أخرى عدد المركبات في الحظيرة يتجاوز الملايين والملايين، طرقات مخصصة لها طبعا. لكن هذا الشيء الذي هو مرتبط حسب الدراسات وحسب الخبراء وحسب الإحصائيات بالعنصر البشري، لا سيما تصرفاته وسلوكياته عند السياقة وعند القيادة. وعدة دراسات أثبتت أن العنصر البشري أو السائق في نسبة معينة يتحول، إذا كان خارج سيارة وشخص، لما يركب السيارة ويقوم بعمل السياقة يتحول إلى شخص آخر، شخص عنفي، اندفاعي، قلق، طبعا طبع الاستعجال دائما. هذه التصرفات وهذه السلوكيات وهذه الذهنيات، خاصة علماء العلم الاجتماعي وعلم النفس، اللي أعطونا بعض الدلائل وبعض الإشارات اللي نستغلها في الحملات التحسيسية للوصول وتمرير الرسالة حتى نقلل ونحد من هذه الظاهرة. أنه بلغة الأرقام، نحن في الحماية المدنية الآن تجاوزنا 1100 وفاة منذ بداية السنة. هذه الوفيات هي في مكان الحوادث طبعا، أما الجرحى فنكاد نصل
أو تقريبا 50,000 جريح، حتى أنه العدد عدد الوفيات يمكن أن يرتفع بمجرد الوصول إلى المستشفى. طبعا بعد الحادث أيضا. طبعا بعد الحادث هناك العشرات الذين يتوفون في المستشفى أو في الطريق إلى المستشفى، لأن الإصابات خطيرة جدا وبلغة جدا من قوة التصادمات أو الانحرافات أو حتى الانقلابات بين مختلف المرتبات. الخلل ليس في تقديم الإسعافات وليس في التكفل الطبي في المستشفى، سرعة التكفل، يعني سرعة التكفل متواجدة والتكفل الطبي في ضحايا حوادث مرور عندهم أولوية في المستشفى، لأنه نعرفوا الإصابات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتسعف يعني في آنيتها في وقتها. لكن في بعض الأحيان نحن في غالب الأحيان ماشي في بعض الأحيان أنه التدخلات يضطر الأعوان إلى استعمال كل الأدوات، خاصة أدوات التفكيك وأدوات المستلزمات لتقديم الإسعافات الضرورية لإبقاء الضحية على قيد الحياة، خاصة ليفقدوا الوظائف الحيوية، لعندهم نزيف داخلي أو نزيف خارجي، كسور خارجية وردود مختلفة، كلها تأخذ بعين الاعتبار. والتكفل بضحايا حوادث مرور يتطلب سرعة وليس التسرع، لكن دائما في بسلاسة حتى نعطي للضحية فرصة للنجاة. لكن هذه الأرقام تقول على سبيل المثال 24 ساعة الأخيرة ونحن نتحدث عندنا 8 وفيات وما يفوق 200 جريح، يعني عبر كل تراب الوطني هذه 8 وفيات هي في يوم واحد كثير، في يوم واحد 8 وفيات كثير، أصبح هذا المعدل الآن في موسم الاصطياف. عندما نقول 8 وفيات يعني 8 عائلات 8 أسر 8 عائلات 8 أسر. وشكرا لإشارتك إلى هذه النقطة المهمة جدا في حياة العائلة. نحن ربما الوطن اللي شاهد فينا الآن هيسمع الأرقام، ونحن ما نحبوش أنه تصبح الضحايا هذه الأرواح البشرية أرقام فعلا فقط. أستاذ طبعا، لكن دراسة الأرقام وقراءة هذه الأرقام بعد الحادث المرور، بعد الحادث المرور هذه 8 عائلات أو كذا من عائلة، ممكن شخص واحد ويعول عدة عائلات. نعم طبعا، بعد هذا الحادث المرور بعد وفاة هذا الشخص أو بعد إصابة هذا الشخص بإعاقات حركية بمختلف النسب، فيه من يبقى فاقد الحركة 100%، يعني يلزمه تكفل يومي في حياته الشخصية، تكفل اجتماعي وتكفل طبي ومرافقة حتى في نفساني نفسيا أيضا. صح، ضحية حوادث مرور تتغير حياته 180 درجة في ثواني معدودة. لو يرجع به الوقت للوراء والزمن للوراء هذه الثواني يعيد تفكير مئات المرات أكيد. ولا يقوم بنفس الحركة أو بنفس السبب الذي كان من ورائه هذا الحادث مرور. اذهبوا واسألوا هذه العائلات التي تحولت عائلتها، ممكن الشخص هذا اللي توفى هو اللي يعيل عائلة، ممكن يكون الأب يترك اليتامى، ممكن الأب أو الأم يتوفون الأولاد. ثلاث ثواني كما قلت في الكواليس، ثلاث ثواني يمكن أن تغير حياة ومصير حياة عدة أفراد في العائلات وفي الأسر. صحيح، ثلاث ثواني كفيلة، هذيك ثلاث ثواني التقاء مركبتين مش تسوى في حياة الإنسان. نعم. نعم. كم يعيش الإنسان فعلاً. كم يعمر في هذه الدنيا، ماذا تسوى عندك في الثواني هذيك لتمسك غضبك وأني تطلب المعذرة أو قل له ربي سهل عليك، يعني او في هل ثواني اللي راح تربح لي الوقت، ربما لانه كثير يمشيوا في طب الاستعجال برا مزروب، يتقي يمشي يمين يسار، مناورات خطيره، تجاوزات خطيره، يزعج الناس في الطرقات كانه هو معني فقط في الطريق. هذه الحركات ثم اخرها ماذا اتساءل مع نفسي اذا كنت انا نقوم بهذه التصرفات، ثم اخرها ماذا؟ هل هي تباهي؟ هل هي كما نقول بالعامية قفزة؟ هل هو عدم احترام الغير؟ لأنه قانون المرور كيوضعوه خبراء في 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 الطرقات هو أن يحدد الأولويات، ولما نحدد الأولويات أنا أحترمك وأنت تحترميني والجميع يحترم بعضه حتى نكون في 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 جميع في منأى عن هذه الحوادث. هذا ما ينص عليه ديننا الحنيف وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا في الركن الذي سبق نتحدث عن حب النبي، كيف نحب رسول الله. أعتقد أننا يجب أن نحبه عبر سلوكاتنا، وخاصة سلوكاتنا المتعلقة بالآخرين
وخاصة في الطرقات، لأنها تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، تؤدي إلى الموت، موت الذي لا يمكن أن تتفاداه. السيارة عبارة عن حديد، عبارة عن مركبة، يعني أبسط حادث، أبسط ولو بسرعة قليلة جدا، وكلنا يعني نشاهده في الشارع كيف تكون الحوادث بسرعة قليلة، بانزلاق، بأمطار قليلة، بداية الأمطار، يعني تكون يعني يكون حادث كبير جدا ويتسبب في حوادث أيضا وراءه وفي انزلاقات أخرى، وهذه لها تداعيات كبرى، تداعيات على النفس، تداعيات على تأنيب الضمير أيضا. الفرد الذي تحدثت عنه هو المسيء للآخرين، كيف سيلاقي ربه يوم القيامة؟ كيف سيلاقي العائلة التي حرم منها شخصا من أفرادها؟ كيف سيلاقي الأبناء أو اليتامى الذي تسبب في يتمهم؟ كيف سيلاقي الأرملة التي ستعيش حياتها وستواجه مجتمعا وتواجه حياة ومصير أبنائها بدون زوجها، بدون المعيل الوحيد؟ سيتسبب في آفات عدة، ربما هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء لن يجدوا من يعيلهم في هذه الحياة، لن يجدوا من يكفيهم قوت يومهم في هذه الحياة. يعني الأمر أبعد مما نتصور، أبعد من موقف تاع غضب، موقف قلق. وأجدادنا زمان أستاذنا كانوا يقولوا لفت على كلمة فت على روح. صح صحيح، بارك الله فيك. هذه حكمة كبيرة جدا، حكمة كبيرة والله، كبيرة لابد أن يضعها يعني كل سائق نصب الأعين عند قيادة السيارة. لفت على كلمة فت على روح. صحيح والله، ممتاز بارك الله فيك، قدمتي خلاصة شاملة ووافية لأن الإنسان كيف يتجنب أنه يكون ضحية أو أحد أسباب حوادث المرور، خاصة إن زهقنا أرواح بريئة ما ذنبها أنه قاصدا شغله اليومي أو حجيته اليومية أو راجعا إلى أهله تنتظره زوجته أو والدته أو أبناء أبنائه، وأنا أحرمه من تلك اللحظة ومن تلك الفرحة. فعلا. صحيح نقول الموت عدة والأسباب، الموت واحدة والأسباب عدة، نقول قضاء الله وقدره. نعم. صحيح. نعم. لأنه تسمع الكلمة هذه، الأجل اكتب الأجل، لكن لا نكون سببا في تحت ورقته، لكن لا نكون سببا، لأنه هذا التهور هذا حتى أنا سمعت يعني حتى الدكتور أبو تسلم رحمة الله عليه في أحد الفتاوى أنه حتى في ومضة تحسيسية أنه من قام بهذه بعدم احترام قانون المرور وآثم. انك تقتل روح بشريه، انك لم تحترم قانون المرور، انت تعرف باللي اللافته كانت تقول 60 كيلومتر في الساعه او 80 كيلومتر في الساعه، وانت كنت تسير بسرعه تفوق 150 او 160 كيلومتر في الساعه، يعني من متسبب في زهق هذه الارواح؟ تهورك وعدم احترامك لقانون المرور. طبعا انت تعرف انه اللافته تقول ممنوع التجاوز وتقوم بالتجاوز في مكان خطير او تقوم بمناوره خطيره. الان من متسبب في قتل نفسه؟ هل هذا انتحار؟ القتل نفسه أم القتل الآخرين؟ نعم. يجب أن نرى هذا الموضوع من هذه الزوايا. لو كلنا نرى هذا الموضوع الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية. طبعا هذا أنا ذكرت بعد حادث المرور، لكن بارك الله فيك أشرت انتباه إلى أن الإنسان قبل حادث المرور، قبل أن كيف نتفادى حادث المرور، وهذا ترجع يعني صحيح لربما نشأة الشخص، تكوين الشخص، تربية الشخص. في بعض الحين الناس يقول لك أنه ربطناها مع التربية المرورية حتى لا نسيء للأشخاص، تربية نفسية، تركيبة نفسية طبعا، وتربية الأبلياء، لأنه لا نعرف كيف نشأ هذا الشخص، لكن نربطها بالتربية المرورية. يجب على كل شخص أن يتحلى بهذه التربية المرورية، أنه الآن الواقع مر، أنه الجزائر الآن يعني السنة الماضية فاقت يعني إحنا الحماية المدنية تقريبا 1900 وفاة أو قتيل في ضحايا حوادث المرور، ما هي تقريبا 70,000 جريح. هذه الدراسة لهذه 70,000 جريح اللي تم التكفل بهم ونقلهم من المستشفيات، كيف هي حياتهم اليوم؟ هذو 70,000 هذه السنة واللي بعدها واللي قبلها وعشر سنوات، كم سجلنا من ضحية؟ كم سلبنا من المجتمع كفاءات لديها تأثير في المجتمع، لديها مكانة في المجتمع؟ نعم. طبعا ربما الطبيب توفي، الصحفي، رجل الحماية المدنية، الرجل السياسي، وكل في يعني ربما وين كان كاتب له ربي رزقه، وين كان كاتب له ربي أي عيش. من هذه الظاهرة اللي هي على غرار الحوادث الأخرى، هي يومية، نحن نربطها بالحوادث الحياة اليومية، ظاهرة يومية كل يوم، والمجتمع يفقد أو ينزف كفاءته، والناس اللي راه عندها تأثير وعندها ساعة المجتمع. لأن كيف نبني المجتمع؟ بماذا نبني المجتمع؟ بماذا نبني هذا الوطن؟ لماذا لا نواكب هذه السياسات؟
أن السلطات العليا للبلاد مؤسسات دولة متواجدة وعندها سياسات، هناك أغلفة مالية، هناك جهد بدني، هناك جهد فكري لتشريع القوانين، تجسد في أرض الواقع في صالح هذا المن. هو التحضر والتمدن والحضارة التي نصب إليها والتي نبني كل في مكانه وكل في منصبه للوصول إليها. بارك الله فيك أستاذ حسين برناوي، شكرا على الفوائد الجمة التي تقدمها دائما في كل مرور على قناة القرآن الكريم وكل وسائل الإعلامية الأخرى. شكرا على مرورك الطيب أستاذنا. وإذا مشاهدينا، تصدي لحوادث المرور هو كل واجب، كل عمل نقوم به كإعلاميين وأيضا كأفراد في المجتمع، لأنه التصدي لهذه الظاهرة، لهذا القاتل، والقاتل يعني الذي ربما ينخر في جسد الأمة، لا يكون فرادى ولكن يكون بالتماسك وبالتعاون. جميعا كلنا مسؤولون، كلنا نستعمل الطريق وكلنا مسؤولون عن هذا الطريق. إذن نذهب دائما إلى الفواصل التي تمتعنا، الفواصل التي تفيدنا في هذه الصبيحة المباركة. نذهب إلى مدرسة قرآنية في أعالي جبال مدينة تيزي وزو، مدرسة قرآنية أقامت مسابقة في القرآن لحفظ القرآن للأطفال في هذه الصيفية. أعدته لنا هذا الروبورتاج الزميلة فلا بن كردو، ونعود بعد قليل. اقرأ من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هي أصوات شجية جاءت للمشاركة في المسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي التي نظمتها ولاية تيزي وزو بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والمدرسة القرآنية الصيفية. يعني نصر فرح ذم قرآن إده جان مديرية شؤون دينية والأوقاف مسابقة المدرسة الصيفية أسقوا سكي الحمد لله تحت رعاية مدير شؤون دينية نلحق أكثر من 18,000 طالب وسكي قرآن نخدم مسابقة وكنا تيري الثمرة العمل الصيفي. الحمد لله هناك إقبال كبير صغرى الطلبة. أنا أرتج من التمقرات مدير شؤون دينية، أنا أرتج من التمقرات أساتذة التعليم القرآني، أماكن ذانون ستويرا أولياء التلاميذ أسنين يغا أو نيفار شاربي سيربونيك سعلين تعلم سن القرآن أثير في ربيع عز وجل، وبارك الله فيكم. حدثنا حزب الله فيك. واش من الصورة اللي راح تقراها لنا؟ سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. المسابقة تم تقسيمها على عدة فئات ليتسنى لجميع حفظة القرآن الكريم المشاركة فيها. هذه المسابقة تحت إشراف السيد والي الولاية المحترم، والذي يقدم الدعم المادي والمعنوي لنجاح هذه المسابقة، طبعا بمتابعة من مديرية شؤون دينية والأوقاف لولاية تيزي وزو. المسابقة مفتوحة لكلا الجنسين ذكورا وإناثا، طبعا في مسجد الإمام مالك هنا فئة الذكور، ثم إن شاء الله في نفس هذا التوقيت تقام مسابقة فئة الإناث في مسجد أبي يعلى الزواوي. هذه المسابقة قسمناها إلى فروع. الفرع الأول فرع حفظ القرآن كاملا 60 حزبا،
الفرع الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، الفرع الثالث حفظ ربع القرآن الكريم، والفروع الأخرى أجزاء من القرآن الكريم، 5 أحزاب 10 أحزاب، حتى يعني نضفي ونسمح لجانب كبير من المتسابقين والمتسابقات المشاركة. وتشاهدون اليوم إقبال منقطع النظير من أبنائنا وبناتنا، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن منطقة زواوة تزخر بإمكانيات بشرية هائلة. طبعا هذه الجهود هي جهود أساتذة التعليم القرآني ومعلمين ومرشدات دينيات وعلماء. البنات أيضا اللواتي جاءن من مختلف مناطق الولاية كان لهن نصيب في هذه المسابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كانت هذه أجواء المسابقة التصفوية الأولى في انتظار المسابقة النهائية للمتأهلين في بداية شهر سبتمبر المقبل. هذه المسابقة أجريت من أجل أولا تكريم التلاميذ، ثانيا أيضا من أجل اكتشاف المواهب، من أجل المشاركة في المسابقة سواء يعني تأهيلهم وتكوينهم من أجل المشاركة في المسابقة الوطنية وأيضا تأهيلهم للمسابقات الدولية. من جهة أخرى عرفت الدورة الصيفية هذه السنة مشاركة 18,000 تلميذ 18,066 تلميذ في ولاية تيزي وزو، وأود أن أتوجه بالشكر لكل الفاعلين، لكل من نشطوا، لكل من علموا، لكل من وجهوا، لكل من ساهموا، من سواء المرشدات الدينيات والمتطوعات والأئمة ومعلمي ومعلمات القرآن الكريم. ابتدأنا اليوم هذه المسابقة من ولاية أو من دائرة تيزي وزو، من دائرة تيزي وزو، وستجوب إن شاء الله جميع دوائر ولاية تيزي وزو إن شاء الله. علموا أبناءكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء، هي المقولة التي يجب أن تترسخ في عقول الأمهات والآباء. وتحية لكل الأمهات والآباء والقائمين على تعليم أبنائنا القرآن في كل بيت، في كل مسجد، في كل مدرسة قرآنية. تحية طيبة، وفقكم الله لتسديد خطى أبنائنا ومرافقتهم المرافقة الحسنة الطيبة التي نحتاجها لبناء هذا الوطن الحبيب. نذهب مع ركن آخر، ركن أيضا يهتم بالطفل، يهتم بنفسية الطفل، كيف نرافقه وكيف نعتني به. العيادة النفسية مع الدكتورة الأستاذة سعدية أبو سعيد بعد هذا الفاصل. عليكم سلام. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذة سعدية أبو سعيد. السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام، مرحبا، كيف حالك؟ والله الحمد لله في أحسن حال. اليوم موضوع مهم جدا، يهم يهم كل الأمهات، سواء كان الابن يعني قوي الشخصية أو ضعيف الشخصية، الطفل ضعيف الشخصية. الحقيقة أنه استغربت جدا عند البحث في هذا الموضوع، أنه ليس الكثير من الكتابات تهتم بهذا الموضوع، الكل يهتم بكيفية تقوية الشخصية، كيفية تنمية الشخصية، ولكن هناك أطفال يعانون أيضا من ضعف الشخصية، لابد أن ننتبه لبعض الأعراض، بعض العوارض التي يمكن أن تغفل عنها الأم والوالد أيضا. ما هي هذه الأعراض أستاذة؟ نتعرف عليها من خلالك أستاذة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل ضعيف الشخصية أو أنا نسميه القنبلة الموقوتة،
يعني عندي طفل ضعيف الشخصية يبان لطيف، يعني طفل أحيانا يكون هادي، يكون مليح في الدار، يعني من الأطفال المميزين في الدار اللي ياخذوا لي الرأي، اللي ما يتعبونيش في التربية تاعهم. تقريبا من أسهل الأطفال اللي تقدر تربيهم في الدار هما ضعاف الشخصية، عكس ما كنا نتحدث عنها الأسبوع الفارط، الطفل العنيد، الطفل العنيد والطفل العنيد العصبي والطفل العنيد العصبي العنيف، يعني العكس تاو تماما. هذا الطفل لما تربيه يعني تصيب بسهولة جدا، تقولي الوحيد اللي ما تعبنيش في خاوته هذا، مربي ما شاء الله عليه يعني. ولكن هنا نبدأ نفرق ما بين الطفل الهادي والطفل الانطوائي والطفل ضعيف الشخصية. كاين فرق ما بيناتهم، الفرق وين يكمن؟ يكمن في بعض الأعراض. ولا تحبين نبدأ بالأسباب ولا بالأعراض كما حبيتي؟ ربما الأعراض. الأعراض حتى نتعرف على هذا الطفل، كيف هي كينونته في الأسرة، التركيبة تاعو. إذن الطفل ضعيف الشخصية هذا دائما تلقاه طفل ودود، يتودد للأولياء، تصيبه دائما حاكم بلاصة، ما يبعدش بالتفكير تاعه. أول سلوك يكون فيه، أنا دائما نحب نوري السلوك الجسدي كيفاش. المرة اللي فاتت تكلمنا عن الطفل العنيد، ولا حبوا المشاهدين يشوفوه، راه موجود على قناة اليوتيوب قناة القرآن الكريم الجزائرية. أنه يستعمل يشد على قبضته دائما في موجد روحه للدفاع والهجوم. الطفل ضعيف الشخصية ويش يكون عنده؟ العكس، لما تجي تكلمي معاه مثلا تصرف سلوك سيء أو جاي تسألي فيه على سلوك، دائما يدير يديه هكذا. عكس الطفل العنيد، الطفل العنيد القوي الشخصية يشد على قبضته، هو هكذا يحمي على نفسه فقط، يحمي على وجهه. هذا الطفل مباشرة نعرف بأنه كان يتضرب ما بين السن سنة، سنة ونصف، سنتين، ثلاث سنوات. وصدقيني كاين عائلات يضربوا الطفل في سنة ونصف، طفل صغير. تخيلي دوكا انا يجي واحد طول تاعو 5 متر اليد تاعو، تخيلي، ويضربك بكف بلا ما على بالي واش درت. انا والله يا استاذه ما نحب نتخيل هذا الموقف ابدا، لانه شفناهم، يعني شفناهم سنه وسنه ونصف يتضرب الطفل حتى لثلاث سنوات. هنا راني نضعف له في الشخصيه تاعو. اذا تصيبيه في السلوك الاول انه قلتي حامي باليدين تاعو، عكس الطفل القوي الشخصيه. الاشاره الثانيه لما يرقد دائما تصيبيه الرقده بوضعيه الجنين، الجنين في البطن تاع امه، يقعد بهذيك الطريقه او يتلوى على نفسه، على نفسه، يحضن نفسه، دائما محتضن نفسه. واغلبيه الوقت تلقاي هذا النوع يمصوا الابهام تاعهم حتى ولو خفيه، هو صغير او حتى ولو خفيه، او النوم على الظهر دائما شد الفراش تاعو لانه يخاف من الاشباح، عنده خوف غير طبيعي من الاشباح، عنده خوف غير طبيعي لما يشوف الرسوم المتحركه، يتخيل بانه هذوك الاشكال اللي كانوا في الرسوم المتحركه راح يجوه في الليل وراح يهجموا عليه، راح يتحولوا كائنات مانيش عارفه كيفاش، دائما عنده هذا الخوف. كذلك تصيبه انه واش تأمره ينفذ، كل امر تطلبيه منه ينفذه بدون يعني بلا ما يقولك علاش، ليه ما، وعلاش غير انا، بسلاسه يروح مباشره. نصيبه كذلك هذا الطفل في المناسبات، في الولائم، في العيادات، في لما نخرجوا برا، نسيق بالوالدين تاعو وخصوصا الام تاعو، دائما في جنبها، تتحرك يتحرك، لما تغيب يضطرب ودائما يبحث على الام تاعو. كذلك نصيبه عنده التردد الكبير. شوفي الطفل باش نحطهم في الصوره للمشاهدين، انه هذه الاعراض تقدر تكون في شخصيات اخرى، ولكن هنا لازم على الاقل 5 اعراض الى 12 اعراض مجتمعه باش نعرف اللي ضعيف الشخصيه. قلت التردد، التردد هذا مثلا نقول لك تلبس هذه ولا هذه، مانيش عارفه نلبس هذه ولا نبدل الروح ما نروحش. حتى في الامتحانات لما يكون يخدم في الامتحانات يكتب الاجابه الصحيحه ومن بعد تلمو ما عندوش ثقه في نفسه، مهزوز الثقه داخليا، يقول لا راني حاس بلي غلط في الاجابه، ويغير الاجابه الصحيحه للاجابه الخاطئه. كذلك هذا الطفل نلقاوه يمنح الوجبه تاعو، اللمجه تاعو، او الالعاب تاعو دائما يمدهم للناس، يعني بطريقه يعني هو حبها، ولكن من قوة اللي يحبها يحب يتودد للناس فيمد لهم الحاجه هذيك العزيزه عليه. الشخص اللي من هذا النوع دائما يحب الناس اللي يحميوه، اللي يحتويوه، اللي يسمعوا له، فيتودد لهم وكانه يرشيهم، يشري الحب تاعهم. كذلك حاطه يعني بعض النقاط هنايا. قلنا الاتكاليه على الام، ما يقدرش ياكل وحده، ما يقدرش يشرب وحده، ما يقدرش يلبس ملابسه وحده. 3 سنوات مازال الام تعمل له كل هذه الامور، هي اللي تاكله، هي اللي تشربه، هي تعمل له كل شيء. احيانا نلقاو الطفل في المدرسه سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، ما يعرفش يلبس الحذاء تاعو، اعزكم الله، الجوارب، ما يعرفش يلبس اللباس تاعو، حتى لما تعطي له فطور الصباح ما يعرفش ياكل وكان ما تقعدش معاه الام تاعو.
ضعف التواصل مع الغير. إذن هذا الاتكال اللي تكلمت عليه هذا لما يكون في الكبر تاعه ويوصل سن الشباب تلقاه ماهوش مسؤول في البيت، تقول له الأم شري ما نشريش، متكل على الأب تاعه، طيب حاجة تاكلها ما نقدرش نطيب. لما يتزوج ما يقدرش ياخذ حتى قرار إلا باللجوء للأم تاعه من قوة اللي هو متكل على الأم تاعه في كل شيء. أي قرار مهما كان بسيط، أحيانا حتى في المناسبات لما تقول له الزوجة تاعو شري لي واش نطيبوا عشاء، يسأل الأم تاعو واش رأيك واش نديروا اليوم واش نطيبوا اليوم. إذا كذلك عندنا فقدان الشهية، يحب يولي ما يقدرش ياكل، أو شراهة في الشهية يولي ياكل، هذاك الحرمان أو الضعف الداخلي اللي عنده يحاول أنه يعوضه بالأكل. وكاين أسلوب اللي يعني قاسي جدا، قاسي ومبكي في حق هذا الطفل، انه لما ما يقدرش يعبر الام تاعو تجي وتقول له مثلا كسرت شيء وعلاش كسرته، وتجيب يعني ترهبه من بعيد فما يعرفش يعبر لها فيبدا يبكي. يعني قمه الانكسار، قمه ضعف الشخصيه، انه الطفل هذا عنده مشاعر كثيره ماهوش قادر يعبر للام عليها، الام ماهيش فاهمه الابن تاعها في يرجع يبكي. وللاسف الام، اغلبيه الامهات في هذه الحاله واش تقول له؟ بديت تنوح، بديت تدم عليه، يا اخي ما ضربتكش علاش راك تبكي. هو محتاج انه تفهمه وتعلقه فقط. لازم الام في هذه الحاله واش تقول له؟ تقول له فداك الف حاجه تكسرت، ما نشوفش دموعك في عينيك. لازم هذه الكلمه نقولوها لاولادنا، فداك الدنيا كلها ولا نشوفك تبكي. تحضن الابن تاعها في هذه اللحظه ما هو محتاج حتى شيء الا الحضن تاعها. لما تقول له نهار كامل هو يدمع كي الطفله، خصوصا اذا كان ولد، تعرفي واش يدير للشخصيه تاعو؟ تكتم الشخصية تاعه وتبدأ العقد النفسية تظهر عنده. كيفاش هذه العقد الشخصية؟ كيفاش يحب يلعب مع الأطفال بصح متردد، يقول يعايروني، ما نقدرش نلعب، أنا ضعيف، أنا ما نعرفش نعبر، أنا ما نعرفش نحكي، أنا غير يعني غير مميز مثلهم. سيرافقه ذلك الصوت الذي أصدرته أمه وذلك الحكم بأنه يعني ضعيف كي الطفلة ولا يبكي كي البنات، هذاك الصوت حيرافقه، حيقعد يرافقه لمدة أبعد ربما. نعم رح يرافقه طيلة حياته إذا ما قدرناش نسترجعوا هذا الشيء. الطفل ضعيف الشخصية هذا يعني نعمة من عند الله، أنه يكون عندك طفل لين القلب طيع، يعني ما يصعب لكش أمور حياتك، ولكن أنك تزيدي أنت تكتمي عليه، يعيشوا في واحد الصراع داخلي لما يغرقوا على الشخصية تاعهم، لما ينضربوا هما صغار خلاص يتأكدوا بأنهم هما لازم ينضربوا لأنهم هما اللي أخطأوا، دائما في لوم النفس، دائما يلوموا في النفس تاعهم. مثلا لما يكون يقرأ حتى في الدراسة المشاركة نشارك ونقول ولا لا، ضعف التعبير ما يقدرش يتواصلوا مع الغير. ضعف الشخصية كذلك يجينا من لما نخوف الطفل من العالم الخارجي من المجتمع، نقول له ما تاكلش عند عمتك، ما تاكلش عند خالتك، ما تتعاملش مع هذاك، ما تحكيش، ما تهضرش اي حاجه. لما يجوا الضياف نخبيه في 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 غرفه مثلا، نقولوا بالك تخرج راح تبهدلني نتايا، يريح يحب ياكل كيما هما، نبقى نخزر فيه طول الوقت، يعني نعيشوا الاضطراب لما يجوا الناس. لما يجوا الضيوف نفتح له الصالون، في غير ما كاش ضيوف ما نفتحلوش الصالون، فتكون عنده هذاك الاذلال للنفس. وكأن ربما هذه الاستدام هذه العادات ربما كبرت عليها أجيال سابقة، ولكن الجيل اليوم أعتقد أنه تخلى نوعا ما على هذه العادات. اليوم غرفة الصالون أصبحت مفتوحة للجميع، الضيافة يجوا أبنائنا لابد أن نتشارك معهم، لأنه ليس كل يوم بحكم أنه الأمهات تشتغل وما إلى ذلك. المجتمع تغير نوعا ما، وهذه من النقاط الإيجابية التي تغيرت في المجتمع. أعتقد أنه الأم انتبهت إلى ذلك، أنها تشارك أبنائها كل شيء، تشارك بيتها، تشارك أبنائها حتى البيت، حتى أي شيء، حتى الأثاث الغالي، حتى المكان الجميل في البيت هو ملك للأبناء قبل أن يكون ملك للضيوف. وأعتقد أنه أيضا صعب جدا السؤال الذي يجب أن يطرح، هل ما زلنا نتحدث عن تعنيف الأطفال، خاصة تعنيف الجسدي القوي الذي تتحدثين عنه في سن صغيرة، سن سنة واحدة إلى 3 سنوات، لا يتقبله لا العقل لا النفس، حتى يعني طرحه في بلاطو في الحديث عنه يعني جارح جدا، يعني أمر صعب غير عقلاني أن نتحدث عن ضرب لطفل ثم نتحدث عن ضعف شخصية. أكيد أن العنف يؤدي إلى ضعف شخصية، الاختلافات بين الوالدين والشجارات والضرب والعنف بين الزوج والزوجة تؤدي إلى ضعف الشخصية، العنف المدرسي يؤدي، العنف في الشارع يؤدي، أي موقف عنف
يتعرض إليها الطفل، سواء عنف جسدي أو عنف لفظي في الشارع، في المدرسة، في أي مكان في المحيط الذي يحيط بالطفل، هو يؤدي تماما إلى قتل هذه الشخصية وليس ضعفها فقط أستاذة. نعم، حتى المهارات اللي تكون عنده من أسباب، يعني حتى من الأسباب اللي تخلي الطفل ضعيف الشخصية، حتى الدلال الزائد. تخيلي الحب القاتل يعتبر عنف ضد الطفل، الحب القاتل إن الابن تاعي أنا نوكله ونشربه ونعمله كل شيء، وبالإضافة إلى ذلك نحبه فوق اللي يلزم لدرجة إني نحرمه من الخارج، نحرمه ما تلعبش مع هذوك الأطفال، الأطفال سيئي السمعة، ما تلعبش مع الناس، بالك تخرج برا رح يخطفوك، رح يديروا الشعوذة إلى غير ذلك. فعلا يعني أمور كثيرة حدثت في المجتمع تاعنا. نعم. فأصبحنا نخوف الطفل من العالم الخارجي، حتى هذا يعتبر الحب القاتل، يعتبر عنف ضد الطفل. طيب أستاذة، فيما تبقى قليل من في الركن، ركن العيادة النفسية، كيف يمكن أن نتعامل؟ يعني طرق هكذا عملية تطبيقية للأمهات، كيف يمكن أن أنقذ ابني من هذا الموقف؟ أول شيء طاولة الحوار، نحط الابن تاعنا دائما لما نحبه، ولو رايحة نطوي الملابس نعيط له ابني وش تخير، نطوي الملابس هنا ولا نروح نطويهم من هي، أروح عاوني، أروح وري لي الألوان، أنا ما نفرقش بين الألوان، كذلك كبروا به، نكبروا به. إذا لما يعطي لي الرأي نقول لهم شوفوا اليوم، نتفاهم مع الأب، قال لما تدخل قول شكون اليوم من اللي اقترح هذا الاقتراح. فالطفل هذا كيعرف بأنه عنده هدف في الحياة. كذلك الشهادات اللي خذاها الطفل
سبحان الله هذه المأكولات هذه الأصلح والأفضل والأنفع للجسم تاعنا ما يشوش فيها خلاص. صح. مثل البطاطا حلوة كاين ربما عشرات السنين نقدر نقول حياته كامل ما شراها لولاده. صح. ما يدخلهاش للبيت. ما يعرفش ولاده عليها. صح. دخلهاش للبيت كيفاش حبيتي هذا الطفل هذا وين حل عيني حل عيني على البيتزا حل عيني على تشيز على هذه المأكولات هذه كيفاش حبيتيه ياكل لك بطاطا حلوة. يعني بطاطا حلوة من أفضل 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 المواد اللي تريح القولون تريح الأمعاء ما شاء الله من أفضل المواد أيضا لتريح الكبد من أفضل المواد اللي تكون ما ترفعش يعني للدشي ديالها والإشكال وراهو بعد عملية هضم الأكلة هل السموم ديالها المترتبة عن عملية الهضم للدشي ديالها الفضلات المترتبة عن عملية الهضم هل ترفع حمض اليوريك ولا لا؟ بطاطا حلوة صفر حمض يوريك ما شاء الله. عندنا حتى البطاطا هذه العادية المعروفة تاعنا لكن الأمور ما لازمش تكون مقلية نعم مغلية ولا مفورة ولا حتى كوشة. عندنا من بين عندنا البطاطا بطاطا حلوة ونركز على البطاطا حلوة لأنها أغنى وأفضل بكثير من البطاطا هذه ولم تدخل عليها تعديلات ربما الشيء القليل لكن فيه بطاطا متواجدة الآن يعني والله نسيت الاسم تاعها تشبه البطاطا حلوة لما نقسموها لداخل يعني اللون يميل شوية البنفسجي الاسم ديالها هي حمراء من الخارج لا تشبه البطاطا حلوة تشبه كثير البطاطا حلوة فهذه تحمل نفس الفوائد مع البطاطا حلوة عندنا بطاطا حلوة عندنا الكرات البورو عندنا الكرات عندنا البرو فهو رائع جدا وعندنا من بين يعني عندنا نتكلم على تيزان ولا أروع نتكلم على زهورات نتكلم على تيزان أو نبتة من أروع وأروع ما يأخذ الإنسان اللي عنده لاقوت لي هي القراص الحرايق الحرايق الموجود في الطبيعة اللي موجود في الطبيعة النبتة التي عندما نلمسها تحرقنا نعم هذيك هي يعني كل واحد كيش يسميها القراص لأنها تقرص نعم. نعم كل واحد كيش يسميها حسب المناطق سبحان وفيه الله. بعض المناطق في الجزائر والله يعجبوني بزاف يأكلوها كطبق سلطة ولا يطبخوها يطيبوها نعم ونزيد نقول أن البذور ديالها نشوفوا أن الريحة تاعها كذلك رائعة جدا والإنسان ممكن يأخذ البذور أو الأوراق أو الجذور النبتة هذه كلها من الجذور إلى الزريعة تاعها مفيدة سبحان الله رائعة جدا يعني الإنسان يغليها يشرب الماء إذا الجذور يغليها لكن الأوراق يعني والزريعة يديرها منقوع كما نحضر أوراق نتاع تيزانة ولا لويزة ولا فنديروها منقوع ونشربها ناخذ من كوب إلى ثلث أكواب في اليوم والشيء الرائع أيضا أننا ممكن نطبخوها أيضا نخلطوها مع مكلة واحدة أخرى الأغذية نعم نديروها شكل نفوروها شوية نفوروها شوية خاطرش باش تروح لها اللذغة ديالها هذيك هذيك اللذغة كوسيلة دفاعية تاع النبتة تروح لها اللذغة ديالها ما نطيبوهاش بزاف ما نقتلوهاش ونشوف لابد نعاودو نرجعو للنقرس مرض النقرس نشوفوا أن الوقت داهمنا إن شاء الله نعم نزيدو إن شاء الله الأسبوع المقبل نواصل مع النقرس دائما حتى نتعرف على الأغذية التي يجب تفاديها وكيفية القيام بهذه الحمية ومدتها وكل تفاصيلها بارك الله فيك أستاذنا كمال الفليسي فعلا يعني من يعرف الطبيعة خير معرفة ومن يعرفنا على الطبيعة خير معرفة إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البرنامج نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم في كل ما قدمناه لكم نسأل الله الرضا عن كل ما نقدمه لكم مشاهدينا وله بالدرجة الأولى سبحانه وتعالى شكرا لكم الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام صباح